قمنا في الدرس السابق بعمل تريم باص لطبقة الرسم وعمل كي فريمز الخاصية الستارت، وقد تم عمل هذه الكي فريمز بقيم محددة وهي 100 في البداية وصفر في النهاية، وتعتمد هذه الأرقام على مكان البداية والنهاية للرسم بالبين طول، سواء بدأت من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. وفي هذه الحالة بدأنا من الأعلى إلى الأسفل، بمعنى أنه إذا بدأنا الرسم من الأسفل إلى الأعلى سوف تكون الأرقام في الاتجاه المعاكس، وهي صفر في البداية ومية في النهاية. شغل البريفيو للتأكد من أن التريم بوس يعمل جيدا بدون أي أخطاء. حدد جميع الكي فريمز وقم بعمل ايزي ايز عن طريق F9. يمكن عمل الايز بشكل افضل باستخدام البلاجنز موشن 2 او موشن 4. تحتوي البلاجنز على خيارات متقدمة تساعد على عمل الايز بشكل افضل، بحيث يبدو اكثر واقعية. كما يمكن عمل الايز من الجراف اديتور او عمل بعض التعديلات عليه. وتقوم البلاجنز او الاكستنشنز بعمل هذه التعديلات بشكل اوتوماتيكي، ويمكن عمل مزيدا من التعديلات من الجراف اديتور بحيث يتناسب التحريك مع المشروع الذي تقوم بعمله حتى يصبح اكثر واقعية وملائمة لطبيعة المشروع. حرك مؤشر التايم انديكيتور بعد اخر كي فريم بمسافة بسيطة، اضغط على مفتاح الاختصار N لتحديد نهاية الورك اريا عند هذه النقطة. الورك اريا هي المساحة التي يتم عمل البريفيو بداخلها بغض النظر عن باقي التايم لاين. شغل بريفيو للتأكد من عدم وجود اي اخطاء. اختصار تشغيل بريفيو هو مفتاح سبيس او المسطرة. وهناك نافذة خاصة بالبريفيو يمكن تشغيله منها. تأكد من أن التريم باص يعمل بدون أي أخطاء من خلال البريفيو. كما يمكن تعديل إعدادات البريفيو من هذه النافذة. حدد طبقة علامة الاستفهام لعمل ألفا مات على الرسم الذي يحتوي على التريم باص. إذا كان عمود التراك مات غير ظاهر أو مخفي يمكن إظهاره من خيار توجل سويتشز مود بالأسفل. قبل عمل الألفا مات تأكد أن طبقة الرسم فوق طبقة علامة الاستفهام. تختلف الخيارات الموجودة في عمود تراك مات في نسخة الأفتر إفكت 2023 عن النسخ الأقدم من ذلك.
في الإصدارات القديمة سوف تجد خيار ألفا مات مطبوعا باسم الطبقة التي فوقها. أما في الإصدارات الحديثة من أول 2023 لن تجد في الخيارات سوى اسم الطبقة فقط، ولن تجد ألفا مات أو لوما مات. وبعد اختيار الطبقة التي تريد عمل المات عليها يمكن بعد ذلك اختيار نوع المات ألفا أو لوما من خيارات جديدة موجودة أمام خيارات الطبقة، وهي عبارة عن أزرار صغيرة. وسوف تجد الزر الافتراضي المفعل هو زر الألفا. بذلك يكون العمل أسهل، لأن كل ما عليك عمله هو اختيار اسم الطبقة التي تريد عمل المات عليها فقط، ولا داعي لاختيار نوع المات من الخيارات. عند عمل الألفا مات سوف تختفي طبقة الرسم أو يتم عمل هايد لها بشكل أوتوماتيكي، ولن تظهر طبقة علامة الاستفهام إلا من خلال طبقة الرسم التي تم إخفائها. ولذلك إذا تم تصغير حجم الاستروك لن تظهر علامة الاستفهام بكامل حجمها، ولكن سوف يظهر الجزء الموجود بداخل الاستروك فقط. والمقصود هنا هو الاستروك الخاص بطبقة الرسم. لذلك يجب تكبير حجم الاستروك حتى يصبح أكبر من حجم علامة الاستفهام حتى تظهر بالكامل. هناك علاقة بين علامة الاستفهام والرسم، ولذلك يجب تجميعهم في مجموعة واحدة لكي يتم تمييزهم عن باقي الطبقات. لا يمكن عمل جروب للطبقات في برنامج الافتر افكت، ولكن هناك بعض الوسائل الأخرى لتجميع الطبقات. من أهم هذه الوسائل البريكومبوز والليبل كالر. الهدف من تجميع الطبقات في هذه الحالة هو تمييزهم فقط عن باقي الطبقات وليس عمل أي تعديلات. ويستخدم البريكومبوز في عمل التعديلات، لذلك لن نستخدمه في هذه الحالة، وإنما سوف نستخدم الليبل كولر لإعطائهم لون مميز لتمييزهم عن باقي الطبقات. بعد تغيير الليبل كولر قم بنسخ الطبقتين وإعطائهم لون مختلف. بعد تغيير لون النسخ حركهم في التايم لاين إلى الأمام قليلا لتأخير ظهورهم. غير لون علامة الاستفهام الأصلية لكي يظهر الفرق بينها وبين النسخ. المقصود باللون هنا ليس الليبل كولر الذي قمنا بتغييره في الخطوة السابقة، ولكن الفيل كولر، وسوف نقوم بتغييره عن طريق عمل إفكت. العمل الإفكت قم بتحديد طبقة والبحث عن فيل من نافذة الإفكت سند بريسز. هناك طريقتين لتطبيق الفيل على الطبقة. الطريقة الأولى هي الضغط عليه مرتين متتاليتين أثناء تحديد أو اختيار الطبقة. الطريقة الثانية هي سحب الإفكت ووضعه فوق الطبقة. بذلك نكون انتهينا من الجزء الثاني، وسوف نكمل الشرح في الجزء الثالث بإذن الله. برجاء ترك أي اقتراح أو استفسار في التعليقات.